أهالي قضاء العلم تباينت آراؤهم بشأن مستوى الخدمات البلدية التي تقدم في مناطقهم، مثنين في الوقت نفسه بتوجيه محافظ صلاح الدين بإعطاء مهلة لمديري البلديات لتحسين الواقع الخدمي أو إقالتهم من منصبهم، مؤكدين أن القضاء بحاجة إلى نهضة كبيرة، وهذا سيتحقق من خلال الحافز المعنوي الذي خلقه الدكتور المهندس عمار جبر خليل في نفوس العاملين في القطاعات الخدمية. أخي، بالنسبة إحنا نشكو من كثرة الأوساخ بالمنطقة وتقييم الأداء البلدية. البلدية بالنسبة لها هاي الحاويات كلها مليانة، أكو نقص بالحاويات، السيارات ما جاعت تجي تشتغل بالشهر مرة، مع العلم أنه المحروقات مالتها صارت على المواطنين، ونسبة أدائهم تحت 25%. زين، فعندك هنا هسا إحنا جاعد نشوف هاي الحاويات من الصبح لليل تنترس، ما يرجعون مرة أخرى أو تبقى يجوز أسبوع كامل ما يجون عليها، ونسبة التنظيفات بداخل السوق والمناطق ضعيفة حيل. طبعا يعني البلدية يعني كلش ما من الشوارع والبيوت، يعني هسه عندك الحاويات هاي مليانة، الشوارع كلها مليانة وسخ، يعني الوسخ قام ينزل بلة بالشارع، يعني يروح على الورد يروح على الرصيف، والمحافظ أنت يعني انطاهم مهلة شهر وماكو كل شيء. لحد هذا اللحظة احنا نطالب الحكومة المحلية بالتنظيف وعادة الاعمار، حتى عندنا حدا متنزهات كنا يعني قبل نقعد بيه نتونس، هسه مسوينا يعني مشتل مال ورد، يعني هذا الشيء ما يصير. احنا يعني هذا الناس ده تتطور، احنا ماكو اي تطور يمنا هنا، واحنا يعني صرنا قضاء. بداية نشكر موظفي بلدية العلم وعلى رأسهم السيد المدير على هذا الجهد الكبير. العلم ما شاء الله منطقة جميلة بجهودهم وبجهود الخيرين. تحتاج ملاحظات بسيطة، عندك نقص بالحاويات يعني كلش بسيطة، بس مع ذلك عملهم جدا رائع. حاويات يعني قدام بيتي الحاوية بين يوم ويوم تجي البلدية وتشيلها. شهر قد يكون قليل، شهرين ثلاثة ممكن بها مجال، شهر قليل هو قرار خوش قرار انك تشوف انك تقيم، واحنا بحاجة لتقييم الأداء، بحاجة يعني بحاجة ضرورية لتقييم الأداء حتى تعرف انت وين الآن، وين تصير وين شنت. هذا الغاية من تقييم الأداء. بلدية العلم يعني مساحاتها كبيرة، عمالها قد يكون قليلون، لكنهم يعني منذ فترة نشوف أعمال مستمرة، أعمال جيدة، أعمال متواصلة حقيقة، يعني لا مجاملة ولا أي إيش، أعمال متواصلة بالليل والنهار. الجميع كادر البلدية من السيد مدير البلدية إلى أصغر موظف في البلدية، فالأعمال متواصلة، لكننا نطمح ونأمل ونرغب بالمزيد. بالنسبة لقيام العمل البلدية وصل شغلها، حاويات وزعوا، منتزع ما عندنا، متنفس حكومي ما عندنا، منتزعات مناصفة عليها. احنا نريد أمن المواطن لا يلقح النفايات بالشارع ولا من فوق السياج، هم يساعد البلدية. احنا نريد الريف ثقافة بالبلد مالتنا. والله أنا بالنسبة لي أنا ملاحظة بالشارع 80% 70% تقييم البلدية.